بسم الله الرحمن الرحيم. الناس بتلاقي مشكلة في موضوع الطباعة ان هو لو مختار اكتر من فيو، تمام، وقال له برنت، تمام، انا عندي اختيار. اول واحد اختيار ان انا اعمل كومباين، يعني يطلع لي كل الملفات دي في ملف بي دي اف واحد، والناس مش عايزة كده، هي عايزة كل ملف لوحده. لما بقول له اوكي بيبدأ يطبع، وبعد كده يطبع ملف ويسألني انت متأكد ان انت الملف الجاي هتحطه فين، تمام. بعد كده اقول له مثلا اوكي، فيروح سألني تاني كل ملف بيسألني عايز تسافر الملف ده فين، فده بياخد وقت كتير قوي. طيب الصح ايه؟ ان انا اقول له هنا بروبرتيز. المشكلة دي ملهاش علاقة بالريفت، هو الريفت خلاص بعت الاوامر كلها للادوب بي دي اف او للبرنتر، بس البرنتر كل لازم كل مرة تسألني، فانا باجي هنا في الاختيار دوت اللي هو ادوب بي دي اف اوت بوت فولدر، بقول له دوكمنت شرطة نجمة دوت بي دي اف، تمام. فهو هنا كده هيسيفهم لي، او ممكن اديله مسار معين يسيف فيه، هو كده بيسألني بس اول مرة خلاص، تمام. بعد كده بشيل العلامة من هنا فيو ادوب بي دي اف ريزولتس، يعني لما تطبع ما تورينيش اللي انت طبعته، تمام، بحيث ان انا ايه انجز. وبعد كده لو عايز اعمل شيك افتح ملف او اتنين، مش لازم كلهم يتفتحوا عشان ما ياخدوش مني وقت، تمام. اوكي، تقدر تطبع دلوقتي بدون اي مشاكل خالص. اي برينتر تختارها، شوف البروبرتي بتاعتها واختار الموضوع دوت.